مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا هذا فيديو مختصر عن مدينة شيكاغو. مدينة شيكاغو مدينة رهيبة وخرافية في ولاية إلينوي. واكو هواي ناس تغلط في تسمية شيكاغو، هي مدينة وليست ولاية. هواي مثل ما نشوف محمد هواي غلطان بهاي التسمية. طبعا هي مدينة اسمها شيكاغو تابعة لولاية إلينوي. وتنوع هي تعتبر هم سكانها متنوعين، تعتبر مركز رئيسي للمهاجرين، تضم جميع انواع الجنسيات، وهي تعتبر مدينه هادئه بس مشكلتها البرد يعني تقريبا توصل ستينات تحت الصفر. ونبدا عن نفسي، اسمي ياسين، انا من العراق، هاجرت تقريبا 10 سنوات. اول مدينه عشت بيها هي شيكاغو، حبيت هاي المدينه واللي هسه عايش بيها. مدينة كلاسيكية بيها غابات وبحيرات وكل شيء تقريبا لا تكاد تخلى من أي شيء. وأهم شيء بيها شنو؟ الأكل والتنوع، كل مطابخ العالم موجودة هنا. تصير بيها أهم مهرجانات بالعالم، تعرفون يعني شيكاغو رقم واحد بالمهرجانات على مستوى أمريكا. جاسم، عندك فكرة ليه سموا شيكاغو بهذا الاسم؟ طبعا معنى شيكاغو أو شيكاغو يرجع أصلها للهنود الحمر اللي هم سكان أصليين، كانوا يزرعون البصل، فكانوا يطلقون على تسمية الكرات البرية أو البصل اسمه شيكاغو، فيرجع هذا الاسم له. وزين، ايش قد تعطي تقييمك المدينة شيكاغو؟ والله أنا عايش بشيكاغو تقريبا 6 سنين، أعطي تقييم 9 من 10. اليوم راح نطلع تقريبا ساعة وسبع دقائق، راح نسوق بالسيارة، راح نروح لهذا المايكرو سنتر، أكبر محل يبيع الإلكترونيات، وراح أشوفكم هناك أسعارهن وش موجود هناك من غراض. هسه طلعنا الشمس قوية، راح نروح للمايكرو سنتر. بالثلج كله ماء، تدري؟ الثلج كله ماء. لما ضربتنا العاصفة وصل نص مترة، صراحة طلع لهم الفيديو القديم اللي غاد نص مترة. باع جاي مو جاي مو، هذا الثلج كله موية. راح ناخذ السيارة ونروح ان شاء الله نشوفكم من هناك، راح نصوركم الطريق. هم احنا وطانا هذول شلون الانتخابات بالعراق، هذول الانتخابات هم بالانتخابات اللي حكتنا اللي جاي. لكن الانتخابات شنو مال ريبريزنتيف ولا شنو؟ هو هيك شيء تاونشيب ام بروكن اللي احنا انهزمنا. هذا حزب اي ما له علاقه ازدحام قاد على اساس هاي بعدنا ما ماخذين اول اكزت 22 دقيقه وهذا احمر. اي هذا اول اكزت جا ناخذه، يعني الله اعلم بعد ايش قد نوصل. الجي بي اس احمر على اساس المفروض نوصل، هذا بعدنا ما نطلع، هاي بعد ايش قد الجي بي اس على ما يوصلنا. 22 دقيقه ناخذ اول مخرج على الهاي واي. ضاع الازدحامات شباب، شوفوا الازدحامات ايش قد غاصه. ذهاب واياب، هاي ذهاب واياب، يعني طلعنا من البيت ايش قد صار لنا، تقريبا صار لنا ساعة وربع نسوق. هالازدحامات، حتى شوف البرج مال داون تاون من هناك. وهسه راح نروح ندخل للمايكرو سنتر بعد ما من الترافيك تمام. الشمس كلش قوية والله، الشمس حلوة. أبو جاسم البط البط الله أخرب على صوت البط. هسه دخلنا للمايكرو سنتر، إن شاء الله نوافيكم بالداخل بالتفاصيل الباقية مال أسعار. هذا المايكرو سنتر يعتبر رقم واحد بالإلكترونيات. قالوا لنا ممنوع التصوير، يا بليت كان يقول متعاقدين ويا شركات ثانيه، فقلت لهم يعني بس نصور نشوف اسعار الشغلات ما قبله والله، فكانت خيبه امل. عذرونا شباب والله، كم محلات عندها سياسه ما تخلي يعني العالم الكوستمر يصورون، هاي
فدخلنا يعني حكينا وياهم يعني الا شغله طويله فورما وطب اونلاين وتاخذ تصريح من يوم هو بعدين تصور. المدير ما وافق فان شاء الله اكو محلات ثانيه يعني تقدر يتصور بيها هاي شغله الاوكشن. الاوكشن هذا من الاغراض المستعمله. ان شاء الله اشوفكم اسعار الايفونات واسعار اسعار الحاسبات واسعار ثانيه مثلا الكترونيات بشكل عام. هسه احنا ببلازا كل هذيك بيها المايكرو سنتر. البلازا يعني مجمع اي مال الغراض. وهاي هسه عندك هنا هاي اورنتين هاي مال اورنتين ملابس صغيره. عندك روز هم دولار تري. ايه هذا نيتشا دولار تري. هاي دولار تري صدق خلينا نصورهم بالدولار تري. راح اشوفكم بالدولار تري. كل شغله بدولار يعني كل شيء بدولار. راح اشوفكم الشغلات اللي بيها الموجوده بهذا المحل كل شيء بدولار سعره دولار. ايه هسه راح ندخل جوا واشوفكم الاسعار مالاته شنو هي الشغلات الموجوده بيه الاسعار هن دولار. هذاك روم بلايس مال هاي دخولنا هسه للفاميلي تري. افتح الباب مجاز. ثانك يو. ناخذ عربانة كلها مواد هنا أنا مال هاي مواد مطبخ هنا أنا. كل شيء هنا أنا على دولار. مواعين بلاستيك هذني كل المواعين بلاستيك هذني كل شيء على دولار. هذني مواد ديكور مو اعياد ميلادي مال حفلات مال هدايا عندكم هنا الاشياس كله بدولار. يعني عندك كل شيء ماكو فرق بين هذا بدولار وهذاك بدولار. كله اي الطبقه الفقيره هنا يعني عندك هذا تشيز كام مال كلينس مناديل ورقيه سعرها دولار. عندك هذا هنا جزيز سعره اشقد دولار. كله هاي هنا مواد مكياج هم للبنات هاي كل شيء سعره دولار. هاي هنا ملاعيب اطفال هم هنا قلاصات مال مشاريب هاي كله جزيز هذا كله سعره دولار. هاي هنا أنا مال طلعات مثلا قلاصات شروب مواعين بلاستيك هذني. هاي هذا مال صداع شو اسمه بنادول لان اغلبيتهم بنادول هم سعره دولار. هنا أنا عندك جواريب اي ملابس هم شغلات اكسسوارات مال بنات مرايات بشوطة هذا كله على سعره على دولار. هذا يعتبروه مال طبقة فقيرة هم مال هاد. هاي الشامبوات هم هذا كل شيء على دولار. هم هاي مواد مكياج هم ما اعرف انا بعالم المكياج ما اعرف هاي كله على دولار ما شاء الله. بوجه معجون اسنان حلو بيه هذا يعني اي شيء تخيل سعره دولار. دولار ويعني اهم شيء هي الطبقه الفقيره تقدر تشتريها. يعني هنا أنا بامريكا يعني الفقير يقدر يشتري والغني يقدر يشتري فالطبقتين لا المتوسط يعني بسرعة. عندك هذا والله العظيم اذا تروح بغير مكان هذا الصابون هذا الصابون هذا اذا تروح بغير مكان هذا سعره 3 دولارات 4 دولارات نابيش دولار هذا بدولار هنا سعره.
هاي المواد مال المكياج همه يعني هذا المواد مال المكياج خاصة البنات يعني هذا جاي شوفوا كل شيء الحمرة الكحلة هاي كلها سعرها دولار صبغ الأظافر همه كلها سعرها دولار هناك تروح مثلا ايش قد سعرها 3 دولارات 4 دولارات اي راح اشوفكم بعد هنا نشبيه هذا ولا هو يعني كبير كلش حتى اكل هنا يبيعون ايس كريم هنا مع كورونا بيتزا هذا السكشن فارغ الاندوم تشيس الاندوم هنا كم وحده بي 5 سعر دولار 5 باكيت هذا الاندوم الحار همه هاي عندك الكوفي القهوه هذا سعره دولار بينما اذا تروح لغير مكان هذا السعر ايش قلت 3 دولارات 4 دولارات هاي القهوة المجففة يعني جافة هاي مال المواد هنا عندكم أكل مال حيوانات معلبات هنا بزالية كل شيء هاي كله سعره دولار وين عشاق الشوكولاتة كله سعره دولار حلويات يا بس السنون اتدمرت من الحلويات اي مسقول الحامض حلو الحلويات تعاند يعني بامريكا تلقى اشكال والوان تلقى الغالي تلقى الرخيص هاي البهارات هاي شوف ايش عندهم بهارات هنا بهارات فلفل اسود وكمون هاي و اسمه هذا بصل مجفف شنو هذا؟ هو مجفف هذا فانيلا مستفوح شرابة هنا جاي يمكن جاي عبون جاي خلون بين شغلات هواي هاي العطورة ما تجو أنا أطلع منها أنا صور على هاي الصفحة هاي المواد التنظيف كلها هذا شو اسمه هذا مال لوندري مال غسيل مال غسيل مال ملابس سعره هذا دولار شامبو ملابس هذا سعره دولار دايب. هذا والله العظيم اذا اروح غير مكان هذا الشامبو ولا هو زين هذا بغير مكان سعره تقريبا 4 5 دولارات بس لا تنسى النوعيه النوعيه هم ولا يعني مو نوعيته بس يمشي الحال يمشي الحال طبعا يمشي الحال يعني مو هاي مواد سلفنه مال اكل يعني مثلا يطلعون هاي السوالف برا يسوون حفلات شواء فتقدر تاخذ هذين الشغلات ورخيصات هم يعني كلها على دولار شوف مثلا ايش مكتوب هنا everything 1 دولار هذني عندكم جاهزات هم مال اكل هاي ادوات مطبخ ولو كانت خيبه الامل على اساس نروح المايكرو سنتر نصور لكم الاجهزه وهاي بس صارت خيبات امل يعني ببرسوقة ساعة ونص ساعة ونص وازدحامات وبالاخير والله ما قبلوا سياسة الدور سياسة والله ادوات حلوة يلا ان شاء الله نوافيكم بعد التفاصيل شبابنا الاعزاء اليوم خلصنا المقطع وحاليا راح نتوجه للبيت هدوء صار اي اكو هدوء اي سكينه الدنيا راح تصير غروب يعني سكينه مو طبيعيه والله اطمئنان وهاي اكو هدوء اكو هدوء بالجو الغروب ما شاء الله دائما حلو اي والسما حلوه السما حلوه وان شاء الله الكورونا تخلص وتنتهي والله ان شاء الله اذا انتهى الفيروس والحياه ترجع طبيعيه بعد تصير احلى اي قلنا احنا متقيدين بكورونا طبعا احنا متقيدين تحياتي شباب